ولكن طبعا منظمة الصحة العالمية هي يعني لها كلمة الأولى والأخيرة في هذه المسألة. وقبل دخول رمضان كانت منظمة الصحة العالمية اهتمت أنها تصدر تعليمات للوقاية من كورونا في الشهر الكريم، وطلبت بإلغاء المحافل سواء الدينية أو الاجتماعية. أوصت كمان بتباعد الجسدي والالتزام بعدم السلام باللمس والاكتفاء بالتلويح من بعيد أو وضع اليد على القلب، وطبعا ده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا فترة. المفروض أيضا سيعقد المكتب الإقليمي للشرق المتوسط لمنظمة الصحة اجتماع يوم الثلاث اللي جاي بشأن إرشادات المنظمة عن الممارسات الرمضانية المأمونة في سياق جائحة كورونا طبعا خلال شهر رمضان تحديدا. للمزيد مشاهدينا الكرام اسمحوا لي أرحب بضيف الكريم عبر الهاتف الدكتور أمجد الخولي استشاري وبيات بمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، وكل عام وسيادتك ولكل المشاهدين بألف خير. وحضرتك بألف خير يا دكتور. بداية يعني التعليمات أو النصائح اللي حضرتك طبعا من خلال العمل مع المنظمة في هذا التوقيت تحديدا بتقدموها لكافة المواطنين خلال شهر رمضان؟ في البداية الصيام كان ظهر فترة على وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الكلام على تأثير الصيام. الصيام احنا عاوزين نفرق ما بينه ما بين الأشخاص الأصحاء والمرضى. المرضى لهم فقههم الخاص، أو الفتوى فطرهم أو صيامهم ده بيعتمد على حالة صحية ونصح الأطباء. بالنسبة للأصحاء مرض الصيام لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الإصابة أو يزيد من فرصة الإصابة بمرض كوفيد 19، وبالتالي لا يوجد أي تعارض، وبناء عليه تم أخذ رأينا العلمي من قبل بعض المؤسسات الدينية وتمت الفتوى بأنه لا تعارض ما بين الصيام والإصابة بمرض كوفيد. وإحنا هنا مرة أخرى نؤكد على الأصحاء، أما المرضى فلهم الفكر الخاص بهم طبعا حسب درجة المرض احتياجهم للعلاج، وده كله بيكون بناء على نصيحة الأطباء. بخصوص النصائح العامة كما أشرت هو الحقيقة رمضان، لو سمحني يا دكتور في هذه النقطة أقطع حضرتك بعتذر، بالنسبة للمرضى المسألة ملهاش علاقة بوجود كورونا من غيره، ولكن المرضى اللي بيتابعوا مع طبيب له علاقة بالصحة بقى، إذا كان سكر ضغط و الصعب عليهم الصيام بأي حال من الأحوال. بالظبط، لأن دايما المريض له الرخصة، واللي بيحدد ده الحالة الصحية والطبيب المعالج. هنا يتساوى في هذا سواء مرض كوفيد أو مرض سكري أو غيره من أي مرض، في حالة بيحددها الطبيب المعالج هل هذا ما يستطيع الصيام أو لا. دي مسألة بعيدة عن كورونا، ولكن مسألة الصيام لا تتعارض مع أن الشخص يعني يصاب بهذا الفيروس بأي شكل من الأشكال أو عرضة ليه أكتر. بالضبط، لأنه حتى نصب لمنظمة الصحة العالمية بعض القول أنه لابد من ترطيب الحلق وأنه شرب الماء بيقي من الإصابة بمرض كوفيد. الحقيقة هذا معلومة خاطئة، شرب الماء طبعا هام جدا ولكن ليس له أي علاقة بزيادة فرصة الإصابة بمرض كوفيد من عدم. أصل مسألة ترطيب الحلق دي فعلا يا دكتور كانت فترة معانا أنه ده بيمنع من إصابة الفيروس، ملهاش علاقة. ولم تصدر منظمة الصحة العالمية مثل هذا التصريح على الإطلاق، ملهاش علاقة. المطلوب خلال شهر رمضان الكريم هو اتباع نفس النظافة العامة الشخصية، اتباع التباعد البدني كما اشرت سيادتك. التباعد البدني مهم جدا سواء كان في تجمعات دينيه، لابد من تجنب هذا، واعتقد هذا ما قررته الحكومه المصريه انه ما فيش استكمال غلق المساجد، وده على مستوى العالم تقريبا دول قليله جدا، لكن كل العالم تجنبا واخذا بالاجراءات الاحترازيه ودرء الاضرار اللي قد تتسبب عن ذلك. وبالتالي لا يصح ان احنا نغلق الجوامع والمساجد ثم يظهر تجمعات اجتماعيه افطارات جماعيه، كل هذه قد تؤدي مزيد من الامراض. لكن نطلب ان هذا الشهر يكون فرصه للسلام النفسي اكثر، اتباع التعاليم، الحفاظ على كل شخص. التباعد البدني ده من اهم الوسائل اللي ممكن تقلل بشكل كبير من
حساسية المرض وانتقال المرض في أي مجتمع. الدكتور، إلى جانب التباعد الاجتماعي طبعا وهذه الإجراءات المفترض يعني الكل بيتخذها، والتباعد أو يعني مسألة العبادات اللي أيضا تم غلق المساجد لتجنب التكدس والزحام في هذا التوقيت تحديدا، هل وطبعا مع نفي حضرتك لوجود أي خطورة من الصيام على تعرض أي شخص للإصابة بفيروس كورونا، هل الأكل أو الشرب ليه علاقة أيضا بالإصابة؟ يعني بعد الفطار هل في نصائح معينة، ولا هو كلمة السر هنا هي التباعد الاجتماعي؟ بالطبع الأكل له علاقة بالحالة العامة، الصحة العامة، ومعروف إن كل ما الإنسان كانت الصحة العامة له متأثرة بالتالي بيكون أكثر عرضة لمضاعفات المرض. نعم. لذا دايما بننصح بالأكل الصحي، كميات مناسبة، ممارسة الرياضة، النوم بشكل سليم، كل هذه تزيد من مناعة الجسم حتى لو تمت الإصابة، فبالتالي بتكون المضاعفات قليلة جدا، الإنسان بيكون قادر على مقاومة هذا الفيروس، مقاومة المرض، وبالتالي بنقلل كثيرا من مخاطر المرض. الإكثار من الطعام، الأكل غير الصحي بالطبع بيؤثر سلبا في جهاز المناعة للجسم، كل أعضاء الجسم، وبالتالي بيكون رد فعله لأي إصابة فيروسية سواء مرض كوفيد أو غيره بيكون أكثر حدة وأكثر شدة. اشتغل على المناعة يعني يا دكتور. بالظبط بالظبط، لكن طبعا ما فيش طعام محدد بيمنع أو بيحمي من مرض كوفيد، ولا بالطبع الطعام لا ينقل المرض، وما فيش مجال للخوف من أي نوع من الأكل، لكن دايما بندعو للطعام الصحي. خليني اسال حضرتك في نقطه تانية، حضرتك شايف ان رمضان ممكن يكون فرصه ازاي لتحقيق التباعد الاجتماعي فعلا لمحاربه كورونا، تحديدا انه عندنا في مصر على سبيل المثال في حظر تجوال، في مواعيد اغلاق معينه للمحلات، في طبعا غلق كامل لدور العباده، في بعض الاجراءات، هل ممكن نخرج بشهر رمضان بنسب اقل من الاصابات؟ والله هذا ما نتمناه جميعا، لانه دائما في مواجهه مثل هذه الجوائح بيكون المسؤوليه مشتركه ما بين الدول او الحكومات وبين الافراد والشعوب. الدول والحكومات بتضع الخطط المناسبه من كافه النظر، سواء اقتصاديه واجتماعيه، وبالتالي بتضع بعض الاليات، لكن الافراد لديهم دور اكبر في حمايه انفسهم. لابد من زياده الوعي، واعتقد ده الهدف من شهر رمضان، هو ترويض النفس والحفاظ عليها، ده احد اسباب او قيم اللي المفروض من تعليمها من شهر رمضان. فبالتالي اي مكان مواعيد الحظر، اي مكان الفترات المسموح فيها، ليس معناه هذا ان احنا اتوجه في فتره السماح الى الاماكن المزدحمه، لابد من او العزايم يا دكتور للاسف دي صفة موجودة أعتقد في معظم الدول في عالمنا العربي، يعني مسألة العزايم في رمضان يعني. للأسف وبالطبع، عشان كده يعني مش من المنطق إنه في شهر رمضان تغلق المساجد ونتجمع لحاجة أقل أهمية من الإفطار. صحيح. فبالتالي دي نقطة هامة جدا. لابد من فكرة الحفاظ على النفس دائما، هي من الأولويات الأولى المقدمة في جميع الأديان، وخاصة طبعا الدين الإسلامي، لكن جميع الاديان بتقدس الحياه البشريه الانسانيه. فلابد ان احنا بنوعي دوت انه عدم الالتزام بالتباعد المكاني او البدني قد يؤثر على حياه بشر، خاصه كبار السن او من لديهم امراض مزمنه، ممكن دوت يسبب مشكله صحيه كبيره جدا. اخيرا يا دكتور لو تسمح لي، لو في ارشادات ونصايح عامه، زي ما حضرتك ذكرت انه من الواضح ما فيش فرق بين شهر رمضان وشهور العاديه، ولكن لو في ارشادات ونصايح عامه حضرتك تحب تتوجه بيها مره اخرى لكل من يتابعونا لتجنب يعني الاصابه بفيروس كورونا. كل اللي بنطالب بيه هو الالتزام باداب النظافه الشخصيه، غسيل الايدي، الاستنظاف بغسيل الايدي، اداب العطس والسعال لابد من مراعاتها، التباعد البدني والمكاني هام جدا، بالاضافه انه الاشخاص خاصه كبار السن والسيدات الحوامل ومن لديهم امراض مزمنه، بمجرد شعورهم بالتعب بامراض تنفسيه لابد من التوجه مباشره لطلب الخدمه الطبيه من اقرب مستشفى او مركز صحي.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط. يمكن في نقطة هامة جدا ذكرها الدكتور، مش منطقي، مش من المنطق إن احنا كدولة نغلق المساجد ونروح نتجمع في حاجة أقل، وهي طبعا العزايم والفطار المجمع، يعني احنا عارفين إنه دي يعني ثقافة، ولكن احنا فترة استثنائية، فترة استثنائية عايزين نعديها على خير، والحكومة وعدت إنه بعد شهر رمضان إن شاء الله هيكون في فتح بشكل تدريجي للدولة مرة أخرى، فيعني عايزين نزق زقوا معانا يا جماعة هذه الفترة. وبالفعل هي جملة حكيمة جدا، مش من المنطق إن احنا نقفل المساجد ونتجمع على شيء أقل أهمية.